حالة مرضية أصبحت جزءاً من حياة الكثير، وفي العديد من الأحيان أثرت على حياتهم بدون إدراك أن هذه الحالة يمكن السيطرة على أعراضها وعلاجها. وقد تكون هذه الحالة مرتبطة بعدة عوامل مختلفة من شخص لآخر. فقرتنا الطبية اليوم يا سالي بتهم كتار عم يعانوا من هالحالة، لهيك بيسعدنا نرحب بالدكتور عصام الأمين، مدير مشفى المواساة واختصاصي أذن أنف حنجرة، لنحكي أكثر عن ما يسمى بالتهاب الأنف التحسسي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. مثل ما بنعرف الجو هلأ اللي نحن قاعدين فيه واللي مرينا فيه من شهر كان كله حساسية، كتير عالم عانت من الحساسية وكانت الصيدليات ملانة على أدوية الحساسية. فخلينا نحكي عن هيدي الظاهرة، عن حتى عن الالتهاب اللي بيصيب الأنف التحسسي. هلا أول شغلة نحن لازم نعرف شو هذا التهاب الأنف التحسسي. هلا التهابات الأنف بشكل عام تقسم إلى التهابات أنف تحسسية والتهابات أنف إنتانية والتهاب الأنف الفيروسية اللي هي الرشح أو الزكام. التهاب الأنف التحسسي بتعريفه الأكاديمي هو عبارة عن حدثية التهابية تحدث على الجهاز، على الغشاء المخاطي في الأنف بآلية مناعية. آلية مناعية يعني أنه بيكون في عندي أنا في مستضد اللي هو بيسموه الألرجن، وفي عندي أنتيبادي اللي هو الضد. هدول بيتموضعوا على الغشاء المخاطي على خلية اسمها خلية البدينة الماست سيل، بيطلع بعدين الجلوبولين المناعي الاي جي اي، فبتتفجر هالماست سيل. الماست سيل هي فيها مواد مثل الهيستامين، مثل البراديكانين اللي هو مسؤول عن زيادة النفوذية الوعائية وعن كل الأعراض اللي بيشتكي منها المريض بالتهاب الأنف التحسسي. هلا أهمية التهاب الأنف التحسسي تنبع من شيوعه. بحسب آخر تقرير للـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، بيقول إنه التهاب الأنف التحسسي بيجي بالمرتبة الرابعة من ناحية الشيوع الأمراض المزمنة على مستوى العالم. تقريباً بالولايات المتحدة الأمريكية في 40 مليون مريض يشتكوا سنوياً من التهاب الأنف التحسسي. إذا بناخده بشكل نسبة مئوية بكل قطر بحدود 15% من السكان بيعانوا من التهاب الأنف التحسسي. هلا اذا بدنا نحكي الاعراض، شو هو اعراض التهاب الأنف التحسسي؟ الاعراض الاساسيه لالتهاب الأنف التحسسي هن اربعه: العطاس المتكرر خاصه الصباحي، الحكه الانفيه، السيلان المائي الوتري مثل المي، وانسداد الانف. هي اعراض اساسيه، بس قد يترافق احيانا كمان التهاب الانف التحسسي مع اعراض اخرى مثل الدماع، مثل الحكه بالبلعوم، مثل كمان السعال. هلا هو جزء من حدثيه اكبر الحقيقه التهاب الانف التحسسي، الشيء اسمه المريض التاتبي اللي عنده تربه تحسسيه. هلا المريض اللي عنده تربه تحسسيه قد يتظاهر بالتهاب انف تحسسي، قد يتظاهر بربو قصبي، قد يتظاهر بأكزيما جلدية، قد يتظاهر بواحد من هدول أو باثنين أو بثلاثة، كلهم يكون السندروم شامل لهالثلاثة هدول. هلا مثل ما حكيتي مشكلته الأساسية هو تأثيره على الكواليتي أوف لايف، يعني ما هو مرض خطير، ما في خطر مباشر على الحياة، ولكن يؤثر على الكواليتي فيؤدي إلى أعراض خاصة إذا اختلط. قد يؤدي إلى صداع، قد يؤدي إلى التهابات بالأذن لأنه بيسكر نفير أستاش نجدة الوزمة، نقص السمع، التهابات كمان قصبات، قد يختلط مع الربو مثل ما حكينا. فإذا خلينا إذا بتحبي ناخذ إحصائيات شوي عشان نفهم الموضوع. هلا 20% من المرضى اللي عندهم التهاب أنف تحسسي بيترافق مع ربو، بالعكس 50% من المرضى اللي عندهم ربو في عندهم التهاب أنف تحسسي. فالعلاج والوقاية هون لهم دور أساسي بموضوع التهاب الأنف التحسسي، مشان نحن نقدر نوصل إنه نمنع الاختلاطاته
ونحسن الكواليتي اوف لايف يعني بالنسبه للمريض. نعم دكتور، يمكن عفوا في كثير ناس عندها تحسس موسمي وعالم عندهم تحسس دائم، ولكن خلينا شوي نتطرق للتحسس الموسمي اللي هو بيجي مع تغيير الفصول وهيك. شو هي يمكن الوقايات يلي لازم يتبعها اي شخص لحتى بس يوصل لتغيير فصل او بس يحس حاله بهي الفتره عنده تحسس انه هو يكون عامل وقايه اوريدي لحاله قبل ما يصير ويصير تحسس كثير عالي جوده؟ كلام سليم تماما. التهابات الانف التحسسيه تقسم الى قسمين اساسيات، السيزينال الفصليه والبير انيول اللي هي على مدار العام. هلا السيزينال الفصليه تاتي بفصل محدد غالبا بفصل الربيع، اللي بيكون العامل المسبب هون هو غبار البولين، هو الغبار الطلع. غبار الطلع حسب الازهار كل شخص بيختلف عن شخص اخر بالشهر اللي هو بيتحسس فيه. في ناس بيتحسسوا من الرمان، في ناس بيتحسسوا من الغبار، من الفواكه كمان. تماما. احصائيا بالقطر العربي السوري اكبر عامل محسس هو المايت، اللي هو طفيلي، هالطفيلي او ما يسمى العتري. هذا طفيلي بيقعد بالغبار بالفرشات، فمن هون اهميه موضوع دائما انه الغبار يمسح بخرقه رطبه، والفرشات انه تتعرض كمان للشمس بفصول متعاقبه. 50% من اسباب التهاب الانف التحسسي بالقطر العربي السوري سبب العتة المنزلي. هلا هذا بالنسبه للسيزونال بيجي الفصل، رقم كثير كبير. ايه رقم كثير كبير الحقيقه. هلا المشكله الثانيه اللي بنعاني منها كثير هو التحسس اللي بيكون على مدار السنه. لانه اهم عامل وبالعلاج هو الافويدنس، انه نحن نعرف العامل المحسس ونبعد عنه. بالسنوي غالبا بيكون مرتبط بمهنه. يعني مثلا واحد بيشتغل بالعطور، مهنته هي العطور اللي بيشتغل بالعطور وبيتحسس لاستنشاق العطور، هذا صعب انه نحن نعمل له استبعاد عن واحد بيشتغل بمطبعه عنده تحسس لماده الرصاص، واحد بيشتغل بمخبز عنده تحسس للطحين. هي الحقيقه كثير بنعاني منها بموضوع العلاج، هي اللي بسموه الدائم. او هلا في تصنيفات تانية علميه بيقولوا انه التهاب الانف التحسسي بيقسموه لمايلد خفيف الشده، اللي ما اعراضه ما بتاثر لا على النوم لا بتاثر على العمل، هذا بيسمى مايلد او خفيف الشده. في سيفير اللي الشديد، اللي بتاثر بلش بيصير عنده اضطرابات بالنوم، اضطرابات بال وصداع، همود، خمول. هذا الشديد حتى بحس حاله انه عنده غريب او عنده التهاب بس هو لا تحسس. تماما صحيح. هون خلينا بعد شوي نحكي كيف بدنا نفرق بينهم كمان. وفي اللي بيسموه الانترميتنت المتقطع، وفي المتقطع هو بيكون اقل من 4 ايام بالاسبوع واقل من 4 اسابيع بالسنه. في البيرسيستنت الدائم اللي بيكون هو اكثر من 4 ايام بالاسبوع واكثر من 4 اسابيع. هلا العامل الاساسي مثل ما حكينا بموضوع العلاج هو العامل الوقائي. اذا بتحبي نحكي شو الطرق العلاجيه؟ اكيد رح نحكي دكتور عن الوقايه، ولكن بس بدي نضيف شغله صغيره، انه ادويه الحساسيه بشكل عام هي عم تعمل خمول اكثر من الحساسيه تمام. نفسها يعني حتى بتنعس عم تعاني تماما. يعني بناخذ بيقولوا لك انه في انواع معينه متوفره بالاسواق، هي لا هي ما بتعمل شيء، هي بتخلي الجسم يخمل اكثر من الحساسيه. فرح نحكي عن الوقايه وكيف فينا نتخلص من هول الادويه يعني. تماما. هلا موضوع الوقايه مثل ما حكينا هو الموضوع اساسي. هلا قبل الوقايه نحكي عن موضوع التشخيص. التشخيص غالبا بيكون بالاعراض، تشخيص سريري انه مريض بيشتكي من عطاس، من حكه، من سيلان. هلا احيانا بتكون الصوره السريريه ما كثير بهالصوره النمطيه هي، هون بنلجا لبعض الفحوصات مثل فحوصات السكين تيست او البريك تيست، انه بينعطى العامل المحسس تحت الجلد وبشوف الارتكاس الجلدي تبعه. وفي فحوصات مخبريه خاصه في فحص معايره الاي جي اي، فحص اسمه الريست والراست، هذا بالحالات اللي ما كتير واضحة يعني سريريا. هلا العلاجات، هل هناك علاج شافي للالتهاب الأنف التحسسي؟ لا. سؤال بيطرح نفسه. نعم في. نعم في. هلا العلاج الشافي شغلتين. أول شيء الأفويدنس، إنه نحن نعرف شو العامل المحسس ونتجنبه. بس هذا بالطبيعة بالواقع
صعب كتير التطبيق. يعني دكتور احيانا بفصل معين من الفصول بيتحسس الجسم من نوع معين من الفواكه، تمام، السنه الجايه اللي بعدها بيلاقي انه هو ما عنده هالحساسيه منها، صار يتحسس من نوع ثاني. ما هو هذا الكلام السليم تماما، انه غير واقعي موضوع التجنب العامل المحسس، لانه غالبا الجسم ما بيكون محت بيتحسس لعامل واحد، لالاف من العوامل. عن تجربه دكتور يعني قد ما بنتحسس. فهو يعني نظريا انه انا عندي عامل محسس عم يعمل لي حساسيه، بعد عنه فبتجنبه فخلص يشفى الانسان بهذه الطريقه، بس هي غير واقعيه غير عمليه. هلا في العلاج الثاني اللي هو العلاج المناعي الايمينوثيرابي، انه علاج بشكل لقاح. نحن بناخذ الاكثر ماده محسسه او اكثر مجموعه من المواد المحسسه نعطيها للمريض وبصوره متدرجه مشان يكون رد فعل الجسم تبعه تجاه العامل المحسس اقل. طبعا هي معالجه مكلفه، معالجه مشكلتها كمان انه هي بدول بيصنعوا برا، مثلا بفرنسا خاصه معهد باستور، العوامل المحسسه بفرنسا غير العوامل المحسسه الموجوده بسوريا. المرض الحساسيه بالنهايه مرض له علاقه بالبيئه بالمحيط، يعني هون مثل ما قلنا العتل المنزلي بفرنسا عندهم الغبار الطلع، بالخليج عندهم الغبره الدست، فهي بتختلف. فهي نظريا كمان علاج شافي. هلا بنجي على العلاجات اللي عم تحكي عليها. هلا من العلاجات اللي عم تحكي عليها قلنا انه في هي المص الخليه البدنيه البدينه عم تنفجر وبتطلع الهيستامين اللي هو عم يعملنا الاعراض، فانه نعطي مضادات الهيستامين. هلا مضادات الهيستامين في الفيرست جينيريشن اللي حكيتي عليه، هذا كان فعلا مزعج لانه بيعبر الحاجز الوعائي الدماغي، بيساوي نوم حتى، مو بيساوي يعني المريض بياخذ حبه بيروح نايم فيها. هلا هدول ما عاد حدا يستخدمهم بالوقت الحالي. في سكند جينيريشن وفي ثيرد جينيريشن وصار في الفورس جينيريشن، وكل ما ترقينا بالجيل تبع الانتي هيستامين كل ما قل عبوره للحاجز الوعائي الدماغي. هلا السكند جينيريشن بيعمل عند 10% من الاشخاص شويه خمول، 90% ما بيعمل، وحتى ابروفد من الـ FDA للطيارين. يعني مثلا عندك ماده اللوراتيدين اللي اسمه التجاري كلاريتين، هلا في 10% فعلا من الاشخاص في عندهم، بس هلا وصلنا للفورس جينيريشن الجيل الرابع، خاصه الفيكسوفينادين. هلا ثبت انه الفيكسوفينادين انه تاثيرته كثير ضئيله على موضوع النوم. هذا واحد من الخيارات العلاجيه. على من الخيارات العلاجيه الثانيه اعطاء البخاخات اللي هي خاصه الكورتيكوستيرويد بشكل موضعي بالانف. في كمان مشاركه بالحالات، لانه هون ما قلنا في شديد يعني كل خفيف نوع من انواع له الخيارات العلاجيه تبعه. هلا الخفيف المايد ممكن بالبخاخ، اكثر شوي بنشارك بخاخ مع انتي هيستامين، اكثر كمان بشوي في ماده اسمها الانتي ليكوترين اللي هي مو مضاد هيستامين، هي مضاد للبراديكانين اللي هو ماده كمان مساهمه بالتحسس. هدول قد نشاركهم مع بعضهم مشان تثبيت الاعراض. دكتور، هل في عامل، هل الوراثه بتلعب دور بالتحسس؟ سؤال جميل كثير. بالنسبه للوراثه بالسريريه بناخذها 50% من المرضى اللي من شخص عنده التهاب انف تحسسي فيكون عنده في قصه وراثيه. هالموضوع هذا اندرس حتى نعرف الكروموزومات اللي بنحمل عليها الموضوع الجينات التحسسيه. فلو انه بالكروموزوم عندنا 4 و5 و6 و11 و12، هون في القضيه الوراثيه ب 50% من الحالات بتكون موجوده. سؤال جيد. يعني دكتور، الحاله التحسسيه اللي بترافق هالاشخاص يعني يمكن التخلص منها نهائيا، ولا هي رح تضل ترافقه مدى العمر؟ يعني انه مع تقدم بالسن هلا بنشوف الصغار بيتحسسوا من شيء، الكبار من شيء، الكبار كثير بالسن لهم كمان نوع. هلا هو بيرافقهم دائما ولا بيوقف عند حاله؟ هلا اذا بنحكي عن حكيتي حاله تحسسيه، حاله تحسسيه يعني قد تكون ربو، قد تكون التهاب انف تحسسي. هلا بالربو معروف انه عند الاطفال لما بيوصلوا لمرحله البلوغ بيتحسن عندهم الربو. هذا معروف. التهاب الانف التحسسي غالبا اذا ما صار في معالجه مناعيه اللي حكينا عليها اللي هي الوسيله الشافيه الوحيده،
هدول رح يصير نفس الآلية، انه في عم يتعرض لعامل الالرجن وعم يطلع الانتي بودي وعم يصير هلا في جربوا انه في ماده اسمها الكروميكيلات دي صوديوم اللي هي تمنع انفجار هذه الخليه، انه في خليه الماء خليه البدينه اللي هي وجواتها الهستامين عم تنفجر، فهذا يمنع انفجار هذه الخليه، فيمكن يتخذ بعلاج وقائي ولفترات طويله. نعم، يعني من ما في عمر محدد يبلش عنده التحسس؟ لا، التحسس قد يكون منذ الولادة. منذ الولادة قد يكون التهاب أنف تحسسي أو ربو، أو طبعا بيزداد كل ما تقدم بالعمر أكثر، لأنه بيزداد تعرضه للعوامل المحسسة. نعم. فبس موجود، يعني في عندنا شيء اسمه التهاب. هلا هون بينوه بس على نقطة صغيرة. تفضل. إنه في هو مؤهبات أو بتزيد فعالية التهاب الأنف التحسسي، خاصة عند الحوامل مثلا. هم ننتبه انه معظم ادوية الحساسية الانتي هيستامين هي بتصنيف، في عندها تصنيف بالنسبة لادوية الحمل A B C D، كل ما نزلنا لتحت كل ما كان ممنوع استخدام الدواء. هلا معظمهم C، يعني لا ينصح باستخدامه اثناء الحمل. في ادوية وادوية قليلة جدا يسمح باستخدام الانتي هيستامين، انواع محدده من الانتيستامين في فتره الحمل. فلا ينصح انه المريضه اي وحده حامل تروح تاخذ دواء حساسيه على كيفها، لانه هذا الدواء قد يؤثر على الجنين وقد يؤدي الى تشوهات في الجنين. يعني دكتور، مثل ما قلت ادويه الحساسيه لها خصوصيه معينه وخصوصي عند الحامل، يعني لازم مثل هلا ان شاء الله يكونوا عم يتابعونا ويكونوا استفادوا من هيدي المعلومه، انه لا تتاخذ ادويه الحساسيه غير باستشاره طبيه وضمن عيارات معينه. تماماً. شو بتحب توجه لجميع اللي هلا عم يشاهدونا عن الحساسيه بالذات؟ هذا موضوع كثير عم يعانوا منه. تماما، يعني. صحيح. هلا بحب وجه انه موضوع اللي عنده خاصة فصلي، هذا بنصحهم هدول انه يبعدوا عن اي الاماكن اللي فيها كتير زهر، اذا في حيوانات بالبيت خاصة القطط، وبر، لانه معروف وبر القطط، وبر انه كمان المكيف مادة الفريون الموجودة انه ما تكون مسلطة على السرير بشكل مباشر. نعم. مثل ما حكينا المروحة تماما، المايت هذا العت المنزلي، انه دائما الغبرة تتمسح، الفرشاة تتعرضوا للشمس، يعني الاجراءات الوقائية يتخذوها بشكل كامل. اللي عنده كتير تحسس يفضل انه ما ينام والشباك مفتوح، لانه اذا نام والشباك مفتوح بالليل حيجي غبار الطلع وحيفيق كمان هو يشوب بس ما يتحسس. هلا يدبر حاله بطريقه ثانيه. يعني اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا، وبدنا نتشكرك ايضا على النصائح يلي فدتنا فيها وعن الاضافات الجديده اللي ما كنا بنعرفها، واكيد مشاهدينا هلا تعرفوا عليها. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير.